السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مسائل من الوحدة 22 الانعكاس والمرايا، القسم 2 المرايا الكروية، منهج دولة الإمارات العربية المتحدة للعام 2016-2017. حياتنا عادة فاختر لنفسك أفضل العادات، ردد شعار المثابرة، أقرأ أفهم أحفظ أطبق، مفتاح النجاح بعون الله في إيدك. تقرأ المسألة مرة 2-3-4، تفهم المسألة من أي وحدة درسية، شو المعطيات شو المطالب، تسجلهم بالرموز المناسبة. بهالوقت هذا عقلك بيربط المسألة بما درسته، فبيجيب لك المعلومات المفيدة. أوجد مقدار البعد الذي تظهر فيه صورة سيارة في مرآة محدبة لسيارة أخرى أمامها. بعدها البؤري، قال لك مرآة شنوعها محدبة، إذن بدك بعد الصورة، وهي المرآة بعد المرآة المحدبة سالب، لذلك سالب 26 متر، وحدة القياس متر. وكان البعد ما بين السيارة الخلفية ومرآة السيارة الأمامية، يعني إكس نوت بعد الجسم، إكس نوت وتساوي 10 متر. إذن أعطيك الكميات الثلاثة هذه بتربط بينات معادلة المرايا العامة. المطلوب هذا، إذن هذا الكسر بنقله للطرف اليسار، بصير بهذا الشكل، بتتغير إشارته، بوحد المقامات، بضرب هذه بإكس نوت وهذه بإكس نوت وهذه بإف وهذه بإف، وبقلب طرفي المساواة، بصير عندك إكس آي يعني بعد الصورة تساوي لها بعد الجسم ضرب البعد البؤري على بعد الجسم ناقص البعد البؤري، وبتعود وبتنتبه للإشارات. إكس نوت كام؟ 10. إف سالب 26 فاصلة، ما بننسى، وهذه عبارة عن إكس نوت وهذه عبارة عن إف. بالحل والحساب بتطلع عندك سالب 7.2 متر. وفي رعاية الله لا تنسونا من الدعاء.